والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ويسمى حديثا ربانيا وحديثا إلهيا. ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن الكريم وبين الحديث النبوي، فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنا، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، ويستثنى من ذلك ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالوحي كالإخبار عن المغيبات في المستقبل، فإنه ينسب إليه لفظا لا معنا. وأما الحديث القدسي فينسب إلى الله عز وجل معنا لا لفظا، ولذلك تختلف ألفاظه ولا يتعبد بتلاوته لفظا، ولا تصح قراءته في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن الكريم، بل منه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع.